መጣ ከወራት ሁሉ ተወዳጁ እንግዳ ለቀናት ቆይታ ሊያርፍ እኛ ዘንዳ ትርፈ ብዙ ነው ወሩ ከስሩ ለተጎዳ ሃያም በርታ ለሚያጓጓ መንዳ ነንና ሁላችንም የኃጢአት ባለዳ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلقوا جيتا الله سبحانه وتعالى اندن ورو يفلقوني لاستحيوت منقر توداج نبي عليه الصلاة والسلام أبرارتو نقرونال يهجن يدستحيوت كبيتو سبوتشاتشن كغوربيتو تشاتشن ከጓደኞቻችን በተለያዩ አጋጣሚዎች ከመናገኛቸውና ተጽኖ ከመንፈጥርባቸው ይሁን ከመፈጥሩብን ሰዎች ሁሉ ጋር እንኖራለን። ከሰዎች በላጩ በተለያዩ የህይወት ዘርፎች ሰዎችን ለማገልገል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የህይወት ግቡን ተረቶ የጌታን ይሁንታ ወይም ተውፊቅ ታድሎ ራሱን ከህብረተሰቡ ሳያገልና أني لني بچانو يمنورو سايل حسابوننا جنكتون لنفسو بچان كما درقي لك لليلو يمياسبون سو الله يزنلت أو أني يمنورو لراسينو ما دان ياللبين يم راسين بچانو بلو ماسب يتساسات عملكا كتنو ودى الله قد أمي وستال الله سبحانه وتعالى باند وقت ملائكو جن አንድ ናገር ወይ ማከባቢ እንዲያጠፉ ባዘዛቸው ጊዜ ጌታችን ሆይ በዘች መንደር አንድ ጥሩ ያንተ ባሪያ አለና እንዴት እናድርግ ሲሉት ታላቁ ጌታም በሱ ጀምሩ ነበር ያላቸው። ይህ ሰው በራሱ ጥሩ ቢሆንም ጥሩነቱ ግን አልጠቀመውም ነበር። ምክንያቱም ጥሩ ሆኖ የኖረው ለራሱ ብቻ ስለነበር ነው። ለራሱ ብቻ የኖረሶ መወለድ አይገባውም ነበር። ትክክለኛ ሙእሚን ግን ራሱን አግሎ በመስጂድ ወይም በኸልዋ ለመኖር ነፍሱ አትቀበልም። ይልቁንም ወደ ህይወት መስኮች በመውረድ ይሰጣል፣ ይቀበላል፣ ይጠቅማል፣ ይተቀማል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ይላል፣ አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣኒ ረጂም يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أن أنت يمناتشوه سوچوي بسجدتاتشوه أقوم بسو بجنباراتشوهم تدفو جيتاتشوهنم تجزو بقونم نجرسرو لتدنو يكجل اللاتشوها لنا. سورة الحج أنكت سبا سبات ከላይ በተጠቀሰው የቁርአን አንቀጽ በጎንም ነገር ስሩ የሚለው ትዕዛዝ ማንኛውንም መልካም ነገር አጠቃሎ የሚይዝ ነው። ዒባዳ እዝነትን በልብ ውስጥ ይቀሰቅሳል። የእዝነት ምልክት ደግሞ ኸይርን መስራት ነው። ከሙእሚን ዋነኛ ባህሪያት መካከል አንዱ ለሁሉም የአላህ ባሪያዎች በጎ ነገር ማድረግ ነው። ይህ በጎ አድራጎት በሰደቃ በምግብ ውሃ በማጠጣትና የባለዳ ችግረኞችን ብድር በመክፈል የሚገለጽ ሊሆን ይችላል። ወይም ተሰሚነትን ተጠቅሞ ሰዎችን በማስታረቅና ሽምግልና በማድረግ ሊገለጽም ይችላል። አሊያም ያለውን ዕውቀት ለሌሎች በማስተማርም ሊሆን ይችላል። ወይም የሰው ልጅ ማህበራዊ ፍላጎቶች የሆኑት የታመመን ሰው መጠየቅ፣ የተበደለን መርዳት፣ ዝምድናን መቀጠል፣ ጥሩ ጉርብትናና አስቸጋሪ ነገሮችን ከመንገድ ላይ ማስወገድ የመሳሰሉት ሊሆኑ ይችላሉ። እያንዳንዳችን በየነጋቱ ጠዋት በ360 የሰውነት መገጣጠሚያዎችን ልክ 360 ሶደቃ ይጠበቅብናል። ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ማንኛውም ሰው ፀሐይ በወጣችበት ቀን በእያንዳንዱ ቀን ከራሱ ሰደቃ መስጠት አለበት።
أبو ذر الله ملكام سراتشوني ودد اللاتشونا أني كنزبي لنيم كيت صدق الاستألاتشو نبيات شنم عليه الصلاة والسلام اندي هلو كصدقة بروج مكاكل الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله مالتنا استغفار ما أدرك يجيني بتل بترو نقر ما ززهنا كمدفو نقر مكالكله أشوه هات أنتنا دنقاين كسو منقر لايم أسوقته عين سور ممراته مسمات يتسانوننا دودان اسكي قبو درس ما سردته عندبالا قداي يمي فلقوننا يمي التاوكون نقر ما سايته يالهن أكم هلو تتكمه يتجنك أننا يمي مادزن انسو لما دان مموكره بالله أكمنا حيل كدكا موجبون مقومه يهلو أنت براسه لي يمتدرقو صدقانو كمي استهقار تقوتاوي قنينت ستفت منكوا عجر ويمن دا عليه قالوا نبياتشن عليه الصلاة والسلام زين العابدين علي ابن حسين الله ملكام سراتشون يودد اللاتشون دابو يتشكمو بجألما ودا مسكينو جبيت يوسدو نبر يهن مقب لنزيه مسكينوش ما نندم يامت اللاتشو رساتشو سكمي موتو درس التوق ام نبر سوش لمتك ام منك ساكس سنناي تقبار مهونون لمردات ينبياتشن عليه الصلاة والسلام بحري مهونو بجا يبكال نبياتشن عليه الصلاة والسلام بحيرا واشاوست إيالو ملأكو جبريل عليه السلام بدنجت سيمتاتشو بوني توبة رناقات أجيزي أناتاتشن خديجة الله ملكام سراتشو ليودد اللاتشونا سيار رقاقواتشو بقو تقباراتشون إياوسو انديه نبر يالوت والله أنتن الله مجيم لكفو أي ستهم والله أنت زمدن أنت قتل الله دكام أنت الشكم الله ويم تحمل الكل يات أنت الشمت الله ويم تكسب المعدوم انقدان تقبل الله ونتلايم تقز الله لازم أدوج ملك موال دكام أنت الشكم الله ويم تحمل الكل بميل تقلدوال كل يميلو شكم اندم على تسيهون ولا جال باهت انات تشقرينيوش وزت مرداتن ياد تقللال ياد انت الشمت الله ويم تكسب المعدوم مالت ليلوش اندي اقينيو تلقس الله اندم مالتنا عليه افضل الصلاة واسك التسليم الله سبحانه وتعالى طومات شنن سجدتات شنن صدقات شنن ذكرات شنن ملكام تكبارات وشاتشن بمولو يكبلن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا 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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.